المجد للشيطان، معبود الرياح. من قال لا في وجه الذين قالوا نعم، من علم الإنسان تمزيق العدم، من قال لا فلم يمت وعاش روحا أبدية الألم. المجد للشيطان. I'm the spirit that ever denies. الروح التي تنكر باستمرار، تنكر. في المنظور القرآني كلا، الشيطان قدرة هدمية فقط، قدرة غير بنائية، لا يستطيع أن يوحي بأي بناء، هو يهدم فقط. وإن ظهر أنه أوحى ببناء فهذا بناء للهدم. إبليس ما من كائن يعرف الكره مثله، هي هو الكره نفسه، وليس فقط حسد آدم، هو يكره آدم كرها شديدا، ولا يعرف أصلا السلب من الإيجاب، لأنه لا يعرف الإيجاب، فسلبه من منظورنا فقط، لكن هو لا يحس بهذا الشيء، ليس عنده معرفة الخبرة بهذه الأشياء. من كان كل الأدوات المتاحة له هي القدوم، القدوم، فهو سيرى كل شيء مسمارا أو زجاجا قابلا إيه للتكسير. هذه رسالته، أن يحطم، أن يكسر، ليس معه إلا قدوم، ليس معه إبرة ينسج بها، مغزل يغزل بها أيها الإخوة، قلم يكتب به الحضارة والمعرفة، أبدا، عنده قدوم فقط يحطم، ويرى أن هذه رسالته ويتمجح بها. بدءا من الكذب والغش والغيبة والنميمة والحسد والحقد والسعي في المضرة والقتل والسرقة والزنا وهتك الأعراض والظلم والاستبداد والاستحقار والاستهزاء والازدراء. كائن مخيف هو من علم الإنسان أن يعيش بالعدم وفي العدم وللعدم. هذه رسالة الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا منذ البداية، كما قلت لكم كان من ضرب خاص جدا، ضرب الإباء، قال لا ما نعملش من أولها، جعل نفسه ندا لله. كفر إبليس من باب ماذا؟ لا يقر لله بالصلوحية المطلقة لإصدار ماذا؟ الأوامر والنواهي. لا لا، مش دائما بدك إياه بتسويه أنت، لا، كيف أنت بتفضله من غير ما تأخذ رأيه؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، أنت كرمته علي دون أن تستشيرني، دون أن تستأذنني، ليه؟ أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني ميراثه الكرب، الكرب، ها؟ لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فإبليس لم يشعر مرة أيها الإخوة بأنه أخطأ، ليه؟ هذا هو، لأنه منذ البداية كان يرى نفسه ندا لله. وحتقول له العبادة وكم مع ملائكة ويعبد ويقدس، كل هذا تقنيع للشعور الزائد بأنه ند لله. شو الملائكة؟ أجمعون في وقت واحد، هاي معنى أجمعون في وقت واحد، فيها طرفة عين هووا من جبريل لآخر ملك مباشرة. فإبليس لعنة الله عليه كان للرحمن عصيا إخواني وأخواتي. لماذا؟ لأنه جعل نفسه ندا لله، أراد أن ينتقص من صلوحية الله المطلقة غير المقيدة غير المشروطة بإصدار الأمر والنهي. لماذا؟ لأنه هو الخالق المبدع. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، والأمر بما أن الخالق وخلق وخلق كل شيء، هو الوحيد الأوحد اللي عنده إيه؟ سلطة مطلقة، سلطة مطلقة أن يأمر وينهى. الآن يقول له أرأيتك هذا، لم أكن لأسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمأ مسنون. هنا وجهت الإلهية الزائفة بالإلهية الحق، بالإلهية الحق. قال له فاخرج منها، فاخرج منها، فإنك رجيم، فإنك رجيم. قال ربي، ربي، فانظرني إلى يوم يبعثون. الآن عرف أنه رب. ليش مكر الله لا يغلب؟ ليش الله لا يسبق؟ ليش الله لا يعجز؟ ليش إحنا ما كنا في أي لحظة ممكن الله يفشل ويقلبه علينا مباشرة، مهما كنا أذكياء ومعنا أمريكا والصهيونية وإسرائيل والعالم كله، في لحظة يقلبه الله. تعرفوا ليه؟ لأن الإنسان يتصرف في الزمان والله يتصرف في لا زمان، في الأبدية ما حد يقدر عليه. ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة المكرمين.